السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم ليندا، واليوم راح نتكلم على روتيني الأسبوعي في الدوش. شوفوا البنات، العناية الشخصية في الدوش صدقوني هي تعطيك من النتائج الكبيرة، لأنه كتروحوا للحمام وتدخلوا الدوش المسامة تتفتح إذا تستقبل ماسكات. فتابعوا معي وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. أول حاجة، كي ندخل للدوش دائما قبل ب10 دقائق نكون عاملة ماسك، كون عاملة ماسك مثلا من زيت الزيتون والثوم قبلها بساعتين عفوا أو 3، وندير عليه النايلون ونخليه به يعني شعري يأخذ الفائدة ويتكثف. كي ندخل ديريكتومون وش نعمل به تروح رائحة الثوم وزيت الزيتون؟ أول حاجة نعملها هي إني نجيب الطمي أو بمسمى الطفل، أو يعني كاين ألوان بزاف، كاين الأبيض كاين الأخضر، نحطه على رأس الشعر تاعي، نبليكيه مليح ونغلفه بالبوني بلاستيك ونخليه. ثم بعد ذلك نروح للجسم تاعي نجهزه به يستقبل أو يستقبل ماسكات ويتنظف جيدا ويعطيني نتيجة صدقوني لأسبوع تبقي رطبة وناعمة. ممكن تاخذي الدوش تاعك، لأنه الدوش ماهوش زي الحمام، الدوش يجي خفيف يعني غير طالية تغسلي شعرك أو جسمك وتخرجي، مي الحمام يحتاج إلى هذه الأشياء. اذا كما قلنا نعمل الماسك تاعي، ندخل ندير الطمي تاعي هاوليكم ونخليه في شعري. في الفتره اللي نخليه في شعري نكون بللت الجسم تاعي ودهنته بالصابون، ندهنه بالصابون تاع الطرف. ثم بعد ذلك نفوت عليه الشبه، وشوفوا يا البنات صدقوني يخرج كامل الوسخ يعني اللي في الجسم والجلد الميت الى اخره مع الشبه والصابون، طريقتنا التقليديه. هذه الطريقه يعني خاصه بالجزائر فقط، نظن بلي كامل راكم تعرفوها. بعد ما عملت طبعا الشبه وعملت الصابون، نحك جسمي مليح ونتخلص طبعا من كامل يعني جلد الميت والاوساخ، ونحط الكريم تاعي اللي هو كريم الباروق. الباروق يبيض وينظف الجلد، وكما نقولوا احنا يشد اصلا البشره، يعني تولي البشره رائعه جدا وناعمه جدا. وبلا ما نحكيكم على الريحه، يعني اللي مجربين الباروق وكنت حكيت عليه يعني من عام كان مش معروف اصلا، راح يعرفوا باللي ريحته ان نورمال يعني هايله هايله بالبزاف. الان راح نروح لشعري. طبعا كنت عملت ليه الطمي كما ورد ليكم، تقدروا الطمي او بمسمى الطفل عنا تقدروا تزيدوا له اي اعشاب عندكم، الخزامه، اكليل الجبل، الورد، يعني اي حاجه تحبيها غليها وزيديها ليه. راح يساعدك في التخلص من القشره، في تطويل الشعر، في تنعيمه، يعني هايل بزاف. ولكن زيدي خلي شويه ملعقه بعد الشامبوان. اوكي، هنا انا عندي هذا هو الشامبوان المفضل ويعجبني بزاف، هو وهذا فينوس، هذا بالنعناع يعمل تنشيط لفروة الشعر. ما يكونش عندك يعني هذا خاص فقط الناس اللي عندهم بشرة او عفوا شعر دهني، فيستعملوا قليل جدا، يخلطوه مع الماء ويديروا به يعني قبل الشطفة الاخيرة بالشامبوان هذا نعمله، فيعطيني يعني نتيجة هائلة. اذا البنات غسلت شعري كملت، راح نروح الان للعنايه بالرجلين. اذا البنات العنايه بالرجلين، في الوقت اللي تكوني تدوشي فيه حطي امامك يعني بسينه صغيره فيها الماء وفيها شوي ملح، وحكي رجليك خليهم يترقدوا كيما الفلفل. انا قلت لي نهار دائما كيسقسوني كيفاش تهدني بالقدمين، نقول لي مره قدم كيما الفلفل، يعني خليهم في الماء وانا نغسل. بعدها نخرجهم، ما نحكمش بحاجه تكون خشينه، فقط يعني حاجه تكون ناعمه شوي به ما نجرحش رجلي، لانه انا ما عنديش يعني فيهم جلد ميت بزاف. نحكهم وننظفهم ونرطبهم وهما مبلولين تم، يعني نحكم ندير لهم مساج. انا عندي هذا، عندي كريمات يعني خاصه بترطيب الرجلين، اي حاجه عندك رطبي بيها وبقي دلكي دلكي حتى يتشرب الكريم تاعك وخليه. الان راح نروحوا الى المراحل الاخيره به يعني نعتنوا بالوجه وكذلك المراحل الاخيره للجسم. بالنسبة للجسم تاعي أنا نحب دائما نعمل له واحد الحاجة اللي هي قماش خفيف، نظرني بشرتي حساسة، ملعقة من الورد المجفف، ملعقة من زيت جوز الهند، وبما أنه الحمام سخون نخلطهم على هذاك السخانة ونبقى ندلك في الوجه تاعي ونخليهم 5 دقائق. الورد راح يعطيني لون رائع جدا للوجه، وجوز الهند راح يرطب لي وراح يعمل تقشير بلا يعني
بلا ما نجرح البشرة لأنها بشرة حساسة. ما نقدرش دائما نستعمل القهوة، القهوة نستعملها إلا في الأوقات اللي نحس بشرتي خشانت أو كما نقولوا احنا فيها الدهون بزاف، فنقشر أحيانا فقط بالقهوة مش دائما لأنها تخفض حجم الوجه. ثم نرجع لبنات ونحط الكريم تاعي على وجهي، ثم ليكون كريم يعني يشد البشرة أو ينظفها حسب احتياجي. وآخر مرحلة، آخر مرحلة نجيب يعني الكياسة تاعنا أو الكاسة ونحك الجسم تاعي مليح، مع أنه كي ديري الشابة وديري الصابون صدقيني مش هتلقي الأوساخ أصلا. نحك الجسم تاعي ونغسله بالجل دوش هذا ونشلل مليح، وقبل الخروج ثم يعني في البلل نقوم بوضع زيت جوز الهند على كامل جسمي وندلكم مليح مليح به رطب الجسم. إذا كنت منيش حابة مظهر دهني أو يعني نقدر نعمل هذا، نعمل هذا واللي هو كريم عطته لي أو لوشن عطته لي الطبيبة. أنا صراحة ما نحبش اللوشن اللي يكون فيه كما نقولوا إحنا العطور، هذا رائع جدا يرطب البشرة ويحافظ على بي اتش تاعها ويجدد الخلايا. تلقاوه في لافارماسي، السعر تاعه 170 ألف، هو غالي شوية بصح شوفوا الكمية راهي كبيرة. اذا رطبت الجسم تاعي ما نخرجش حتى نحس انه الجلد شرب كامل اللوشن اللي عملته، لانه الترطيب السر تاعه والنجاح تاعه هو في هذاك الوقت، يعني في الوقت تاع تكوني مبللة باش تدلك الجسم ويستفيد منه. ونقعد يعني شوية نرتاح، نقدر نخرج يعني نجيب حبة بسكوي انا صراحة او نجيب هذه في الحمام، دائما ندخل معايا يا شيبسي حاجه لاني نحس بالدوخه ما بليش عليها، نحس انه لا طونسيون تاعي هبطت، فناكل حاجه يعني في الغرفه اللي ما يكونش فيها البخار وكذا برا. وبعد ذلك الشعر تاعي كنت طبعا شريت هذا اللي هو يعطي لمعان للشعر، ان شاء الله نعطيكم ندير لكم ريفيو لي اسكو فادني ولا لا، راني في التجربه من جليس شواسكوف. هاي قالوا انه يحمي الشجره والشجره ما هذا يحمي الشعره وكذلك ينعمها ويخليها قويه. لتغطير الجسم نستعمل انشونتور، فقط نحط يعني تحت الاماكن يعني بين الفخذين وتحت الابط قليل جدا جدا، ونقوم بفركه بعد ليكون شف يعني الجسم تاعي باه يعطيني رائحه طيبه. اخر شيء نعمله اللي هو تجفيف الشعر، ما نقدرش نخرج يعني من الحمام الا ما نجفه بالمنشفه يعني بطريقه لطيفه هكا، يعني شغل غير هكا فوت عليه المنشفه. ثم نحط له نقطه بسيطه جدا من خليط الخلطه الخضراء اللي حطيتها لكم كلك ما تعرفوها، تاع دبر املا وزيت جوز الهند، غير من الاطراف التحتانيه ونخليه ينشف براحته، يعني نقاط يعني نقاط قليلة جدا. وبهذه الطريقة كنت حصلت على دوش هايل هايل، تقدروا يعني تعملوه من في الدار وتتحصلوا على نتائج رائعة جدا. كان هذا هو فيديو اليوم، إن شاء الله يعجبكم، ورح نحط لكم ماسكات. وكل مرة راني ننوع يعني في الدوش تاعي، نبدل لي ماسك ونبدل لي قماش ونبدل باه الجسم لا يتعود والشعر كذلك لا يتعود. لكن الطين، الطين الأساسي لازم دائما نستعمله، ما كاش واحد في تبسة ما يستعملش طفل شعره أو الطين. وكذلك الأساسي هي الشامبوان تاعي ما نخطاهاش، هذيك رائعة جدا. والعناية تكون دائما يعني بالجسم مستمرة باه تحافظوا على النتائج. وفي الأخير رطبوا الجسم تاعكم جيدا قبل الخروج تاعكم من الحمام باه تاخذوا النتيجة الرائعة. كان هذا هو فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، تهلوا في رواحكم والسلام عليكم.